اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نجربوا وباش نقدموا سلسلة جديدة في القناة، واللي هي كم ساربح في الساعة من خلال هذا الموقع. باش نبداو بموقع UNU، من افضل المواقع لجمع رأس المال وسحب رصيد دولار وروبل على الباير وكذلك USDT، يمكن ان تسحب من خلال هذا الموقع. اشترك في القناة، تفعيل الجرس بصوفكم كل جديد يخص العمل وربح مترين قناة عالم امين. واللي عنده أي استفسار أو أي تساؤل يجي متواصل معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، رابط القهوة في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة، وكان تشيروا الفيديو شيروا مع هو دعم للقناة. خلينا الآن نمشيو إلى الموقع. هذا هو موقع يونيو UNU، رابط التسجيل القهوة في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. العديد من الناس يعرفوه ويشتغلوا عليه ويسحبوا من خلاله. من أفضل المواقع لجمع رأس المال، يمكن أن تربح منه 1 دولار 2 دولار يوميًا ولا حتى 3 دولار. به عليك الذي لا يملك حساب بطبيعة الحال يضغط على كلمة registration. هو الموقع بالروسي، عادة من المستحسن أنكم ترجموا الصفحة. لديكم خيارين، تسجلوا عبر التليجرام عبر الفي كي وألا تخليه البريد الإلكتروني اللي أنتم مسجلين به. أنا شخصياً سجلت عبر الاشتراك بالفي كي. الفي كي هي منصة تواصل اجتماعي روسية، تشتركوا من خلالها بطريقة مباشرة حتى في اللوجين وفي الدخول إلى حسابكم تولي تدخلوا عبر الفي كي، وألا التليجرام وألا تخليه البريد الإلكتروني. نتصور كي تخليه البريد الإلكتروني حسابكم يقعد معلق أيامات وبعد يتم تنشيطه. إذا تريدون طريقة إنشاء حساب تلقاوها في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت في المقالة. خليت البداية لأن هذا الموقع شرحته عندي سنوات. خلينا الآن نضغط على Entrance، ندخل إلى حسابنا ونشوفوا أكثر تفاصيل. بعد الحال باش ندخلوا عبر حساب الفيكي كما قاعدين نشاهدوا شباب. هذا حسابنا، خلينا نشوفوا الإثباتات السحب. نضغط على Finance، سحبنا 300 روبل يعني نقولوا احنا 3 دولار، بهذه نقولوا كذلك 1 دولار، 3 4 تقريبا 8 دولار سحبتهم من موقع يونيو بطريقة مجانية. خلينا كيف تشتغل على الموقع. عندك search for task، هذه باش تلقى فيها المهام الكل، وكذلك الطريقة الثانية اللي انك معناتها عبر رابط الإحالة الافيليت بروجرام. رابط الإحالة، هذا هو رابط الإحالة، تنسخ وتراجع على أوسع نطاق. أي شخص سجل من خلالك ويشتغل على الموقع أنت تربح 25%. خلينا نمشيو الآن للسيرش فور تاسك ونخليكم مع فيديو. شخصيا أنا اشتغلت ساعة، وخلينا نشوفوا في نهاية الفيديو كم اشتغلت من مهمة وكم ربحت في ساعة واحدة. بعد أنتم تجموا كل واحد وعنده وقت فراغ، نقولوا احنا 3 ساعات، ساعتين، 4 ساعات، تقدر تضرب الأرباح اللي باش نعملها في 3 ولا في 4، لأنه تقريبا لأنه كل شخص على أي مهمة اشتغل وكل شخص وسرعته في العمل. نخليكم على الفيديو الآن. به ضغطت على search for task كما قاعدين نشوفوا، قاعد نبحث على مهمة. العيب اللي موقع في موقع يونيو اللي هو لا يوجد فلترة، يعني انك تختار مهمة في حد ذاتها. على سبيل المثال انك تشترك في حسابات الفي كي ولا تسجل في مواقع مجانية ولا غيره، لا يوجد فلترة الا لحسابات المرقات، يعني التي تدفع اموال حتى تحصل على هذه الميزة. احنا شفنا المهمة هذه ب2.8، يعني تخيل 3 سنت بالاشتراك في موقع فقط. يقول لك سجل من خلال رابط الإحالة الخاص بي و كبروف كونك ترسل لي البريد الالكتروني اللي انت سجلت به. ضغطنا على كومبليت تاسك وهذا رابط الاحاله الذي يجب ان اسجل فيه. يقول لك خلي البريد الالكتروني اللي انت بتسجل فيه وتضغط على لوجين ريجستر. فقط 3 سنت، تخيل انتم تشتركوا في 10 مواقع مشابهه تتحصلوا على 30 سنت في وقت وجيز. باش نخليو البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به في الموقع وتضغط على سنت فقط، تنتظر إلى أن يتم قبول المهمة. نشوف مهام أخرى بطبيعة الحال، نضغط على search for task. الحقيقة أنا كما قاعدين نشوف هذه من أسهل المهام، أنك تشترك في جروب VK
والبروف تقدم إثبات عبر سكرين شوت. تضغط على كومبليت تاسك كالعادة، تضغط على شو، تضغط على رابط الفي كي خاص بهذه المهمة. ضغطنا على الرابط، تشترك في الجروب وتتحصل على نقاطك. وعد انتم كل مهمة اقرأوا ما هو المطلوب. هذه مهمة شباب للفوت، انك تعمل تصويت لشخص في حد ذاته. هذا هو مع الأسف اللي هي بالروسي، قعدت ترجمت الاسم الذي يجب أن أصوت له، وفي النهاية صوت له وتحصلت على تقريبا 2 روبل حاجة كياكك. شوفوا بعضنا الآن، خلينا نسرعوا في الفيديو اللي أنجزته. تم التصويت وتقدم سكرين شوت كما قاعدين شاهدوا. هذه مهمة فاشلة لأنه تتطلب وقت، وفي بعض الأحيان تجد مهام صعبة، في بعض الأحيان لا تجد طريقة التفعيل، وبالتالي ما عليك إلا تشوف المهمة اللي تمشي معك. أنا أنصحكم بالمهام السهلة شباب. والفترة الأخيرة هنالك مهام لليوتيوب، معناتها أنك تشاهد فيديو يوتيوب تتحصل على نقاط جيدة. هذه مهمة فاشلة. فبعد قعدت نشترك في حساب الفيكي بحساب واحد فقط، تتحصل على 1 روبل ولا 2 روبل اللي هما قيمتهم 2 سنت تقريبا. من افضل المواقع التي تقدم ارباح على اشياء بسيطة. بهذه مهمة متاع انك تقرأ، مع تدخل الى مقالة ويقول لك بعد الفقرة هذه انسخ لي الفقرة اللي تالي هذه الفقرة في الموقع الخاص بي. بالتالي هو يحب زيارات في الموقع، شفتوا هذه الفقرة اللي لقيتها، ننسخوا لي بعدها. فقط هذه هي شباب، تحصل على 1 روبل ولا 2 روبل. طريقة سهلة وبسيطة جدا. هذه هما المهام شباب، حتى لا أطيل عليكم. معناتها هنالك كذلك مهمة متاع لايك على صفحة الفيسبوك. تعمل لايك، تعمل سكرين شوت وتتحصل على مبالغ كما قاعدين نشوفوا شباب. كم سيعطينا؟ 1 روبل 2 روبل يعني هما لايكات. خلينا نمشيو لاخر فيديو، كم جمعنا وكم عم انجزنا من المهمة. بهذه اخر مهمة، مهمة التليجرام كذلك. ثم هنالك العديد من مهام التليجرام في موقع UNU، تجمو تشتركوا فيهم ويقدموا أرباح كبيرة. ثم الأرباح متاع أنك تشترك في حساب تليجرام تقدم أرباح ممتازة، وكذلك أنك تشترك في بوتات تليجرام لعملات جديدة تقدموا حتى 10 روبل 15 روبل. تجمو تشتركوا فيهم شباب، منكم تتعرفوا على مواقع وبوتات وأشياء جديدة، منكم تتحصلوا على أرباح من موقع يونيو، تسحبوهم روبل على الباير وإلا USDT. بهذه آخر مهمة وأرسلنا لهم تقريب، بعد ما حسبت كم مهمة أنجزت في ساعة، 8 مهام. 8 مهام شباب، مهمة 2 3 4 5 6 7 8. تنتظر إلى أن يتم قبول المهم، معناتها في غضون 24 48 ساعة 72 ساعة ماكسيموم وتتحصل على أرباح. خلينا ندخل إلى حسابنا ونشوف المهام التي قبلت. في المميز في اليونيو يمكن تجد يعني تاريخ المهام التي قبلت. هذه المهام اللي تم قبولها، payment 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 كما قاعدين نشاهدوا. وهنالك مهمة أو اثنين تم رفضها لأن أنا لم أنجزها بالشكل الصحيح. بالنسبة للسحب، نضغط على كلمة withdraw. هذه طرق السحب، عندك يو ماني، لحد الآن السحب هو 100 روبل. شرحنا سابقا يو ماني وفي بطاقات افتراضية، لكن حسب ما سمعت يشتغل على المواقع الروسية فقط، ولست متأكد 100% شباب. الذي جرب بطاقة يونيو واستعملها في العديد من الأشياء يجب يقول لنا في التعليقات. بالنسبة للباير، الحد الأدنى للسحب 50 روبل، يمكن تجمعها في يوم
يوم او يومين انت والعمل بتاعك في الموقع. يو اس دي تي كذلك دولار الرقمي 600 روبل يتحولوا لك، لكن هنالك اختلاف ب 12% و50% روبل. كان هذا موقعنا، يعني الموقع وشرح الموقع من افضل المواقع لجمع راس المال بطريقه مجانيه. ان شاء الله عجبتكم السلسله متاع نجرب موقع، انا شخصيا نجرب موقع ساعه ونشوف الارباح التي تحصلت عليها. تقريبا 8 مهام من المجموع متاعهم 20 سنت، وانا راهو يمكن بطيء في العمل وجربت المهام السهله. انتم كان تجربوا المهام اللي فيها ربح 5 روبل 10 روبل وتخدموا بنسق سريع يمكن توصلوا في ساعه تتحصلوا على نص دولار، وهذا امر جيد. تشتغل 4 ساعات تتحصل على 2 دولار 1.5 دولار، في اخر الشهر يمكن تعمل يعني 30-60 دولار. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى وموقع جديد نجربوه طيلة ساعة كاملة، وكم سنربح. وهذه كانت تجربتي، إلى اللقاء.